الثقة والأمان والأمانة كنت حده، بس ولا مرة كنت محله. هيدي أول تجربة بتأكد لي على الأرض إنه إليس كيف كان جبل. واليوم بغيابه رح نثبت كلنا سوا، انتو وانا واولادنا واهل هالمدينة، انه جبل زحلة ما بيتكسر. يا زحلة ما تهزك ريح، شو ما كان نوعها، احزاب، مال، فساد، شراية ضمير، بيع قرارات، جاهزين ونحنا حاملين الأمانة. ويلي بيجمعنا هو الثقة يلي صارت صعبة ونادرة لبل مفقودة إذا عم نحكي عن شخصيات متزعمة لوايح اليوم وجربناها بقلة الوفا مبارح. وثقوا فينا بالأمانة يلي حاملينا، عم نطالب بسيادة القرار. نعم، لأنه الأحزاب إذا اختلفت قتلتنا، وإذا اتفقت ألغتنا. هالقد صارت الخيارات واضحة قدامنا، أو منكون قادرين على صنع قرارنا هون وعلى أرض هالمدينة، أو بيصطعولنا إياه وبيجيبولنا إياها معلبة وجاهزة وما علينا إلا نقول سمعا وطاعة. نحن اللي منصنع كلمتنا لأنه منعرف وجع مدينتنا. عم تلمسوا يا أهل زحلة إنه خلافاتهم عميقة، وإذا اتفقوا اليوم بالإكراه ممكن بكرة يرجعوا يغيروا رأيهم. شو بيصير ساعتها بالمجلس البلدي؟ أنتو المقر، وممنوع تكونوا ممر. أنتو ولاد زحلة، جيران الوادي ورفقاته لإلي يلي وقف بوجه كل مين حاول يغير معالم زحلة. تصدى وتحمل وخاض معركة ضد السموم بهالمدينة. اليوم الإسمنت صار ناس متعددة الوجوه، ومعمل الموت صار مرشحين وصار سرقة قرار. وحتى ما يتشتت القرار، تعالوا نتعالى عن التشطيب ونصوت للكل. بدنا منكم 21 تحية بالصناديق الانتخابية.